توتنهام هوتسبير طبعا امام السبيرز في بطوله الشامبيونز ليج. هنا عندنا استلام روبينيو اول اهداف اللقاء ولكن يلاقيها الهدف الاول جدا من الميلان. ركنيه ثانيه بتلعب تعود الى اباتي في الجانب اليمين، كره العرضيه باتو ولكن كره بتعدي فرصه روبينيو تؤشر ان فريق نادي الميلان يغب في 3 نقاط ولا بديل عن الفوز في هذه المباراه، وكره ملعوبه من اللاعب اباتي ولكن اسرع تدخل كان اللاعب اسطوري الذي انقذ الكره بكعبه قبل ان تتجاوز خط المرمى وتكون اول اهداف اللقاء. ميركل امام اللاعب البيلاروسي في هذه اللقطه الطريق كده اللاعب اباتي، شوف فرصة اللاعب روبينيو، شوف الإنقاذ الرائع من جانب اللاعب المدافع، وادي كرة اللاعب طبعا اللي على رأس النجم طبعا هدفين الحقيقة أسطوري رقم 13 أنقذ كورتين كرة روبينيو، فرصة المحققة للتسجيل في الدقيقة 13 أقيل في موسم 2009-2010 بعد أن يعني تولى تدريبهم في نهاية عام 2000 موسم 2008-2009 لكن مع أول 6-7 أسابيع في اللاعب روبينيو، لكن أمام له محاولات الفردية والمهارات والفارق المهاري، هل يرجح كفة فريق نادي الميلان في هذه المباراة أمام كاليري الطموح مع المدرب دون دوني؟ ركلة ركنية رقم 4 الميلان أمام يلعب كرة على القائم الأول ميركل، هذه يعني أمامنا اللاعب ميركل التنزيل. هذه عملنا انطلاقه هنا استراليا انضمت عن الاسيوي في عام 2006 سنستراسر نظم في هذه الكره يحاول المرور، هذه امامنا محاوله زياده ايقاع سرعه اللعب باللاعبين الصغار، لمسه حلوه قوي خلصها الى اللاعب اباتي، اباتي استلام وباتو اول اهداف اللقاء لم تاتي بعد الفرصه اللي ممكن يسجل منها باتو، نعم اتيحت لباتو كره في الشوط الاول وكره في الشوط الثاني، وهذه الكره تفاجئنا بخروج روبينيو غير موفق. كاسانو يطلع فعلا اللاعب الكسندر ميركل وينزل مكانه النجم كاسانو في هذه اللحظات. 7 لقاءات مع سامبوريا.